الاتحاد المغربي للشغل يجمعنا. أخواتي إخواني، عمال، عاملات، مستخدمين، مستخدمات، موظفين، موظفات، في القريب إن شاء الله لكم موعد مع الانتخابات المهنية، وهي فرصة لتجديد مندوبيكم وممثليكم في عدد من المؤسسات. ستجري بطبيعة الحال في القطاع الخاص، في الإدارة والمؤسسات العمومية. الاتحاد المغربي للشغل تقدم بلوائح عدد من مناضليه ومناضلاته لتمثيلكم في هذه الانتخابات. هناك العديد من الأسباب تدعوكم للتصويت على هذه اللوائح. نذكر منها أن الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه 1955 وهو يحمل مشعل النضال النقابي بمبادئه، بأهدافه المعلنة في كل أدبياته وعبر مؤتمراته. من ضمن هذه المبادئ الاستقلالية عن الحكومات وعن الأحزاب وعن الباترون، الديمقراطية كقناعة، كفكر وكأسلوب، والوحدة النقابية كاختيار أساسي لتحقيق أهداف العمال. الاتحاد المغربي للشغل بالإضافة إلى مبادئه هو متواجد في كل القطاعات المهنية وبمختلف ربوع الوطن. طبيعة الحال لأن الأجراء يحتاجون إلى قوة، والاتحاد المغربي للشغل منظمة قوية. هذه القوة جاءت من استماتته، من نضالته التي يتقنها بمختلف أشكالها، الاحتجاج، الإضراب، المسيرات، ولكنه كذلك قوة اقتراحية بامتياز. لماذا؟ لأنه كان دائما يعتمد على الدراسات والبحوث في مختلف المجالات، وهذا ما جعله يساهم مساهمة فعلية في بلورة عدد من المقترحات التشريعية في مجال الشغل، وعلى رأسها التعاضد والتقاعد وغيرها من الملفات. الاتحاد المغربي للشغل يعتمد كذلك آلية التكوين لاستمرار وضمان استمرار الأجيال الجديدة لحمل هذا المشعل، وهذا ما بوأه مكانة متميزة داخل المجتمع وخاصة في عالم الشغل، ومكانة متميزة في عدد من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من المجالس الإدارية لكثير من المؤسسات العمومية التي تعنى بالشأن الاجتماعي. الاتحاد المغربي للشغل كذلك له إشعاع دولي، بل أكثر من ذلك ساهم مساهمة فعلية في تأسيس عدد من الهيئات النقابية الجهوية الإقليمية أو الدولية. كل هذا الإشعاع وهذا التألق بإمكانكم أن تساهموا فيه وفي استمراره، وذلك بتصويتكم على لوائح الاتحاد المغربي للشغل ذات اللون الأزرق الصافي. عاشت الطبقة العاملة، عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش المغرب. الاتحاد المغربي للشغل قوتنا في وحدتنا.